السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى نلقاكم الفيديو ديال اليوم إن شاء الله في أحسن الأحوال. غنحضر معكم إن شاء الله اليوم كيكة ديال البرتقال، ثلاث طبقات، كتجي رائعة. نتمنى تعجبكم وتجربوها إن شاء الله. نخليكم تشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. المقادير اللي غادي نحتاج: في الطبقة الأولى ديال الكيك عندي 7 المعالق ديال الحليب، 7 المعالق ديال السديدة حبيبات، 7 المعالق ديال الزيت، 7 المعالق ديال الدقيق، 2 ساشيات فاني، و2 خمارات، وعندي هنايا 2 بيضات. في الطبقة الثانية عندي لا كريم شونتي ولا لاموس، هي عندي اللي موجود، ماشي مشكل، نقدر ندير لا شونتي ولا نقدر ندير لاموس، مع كاس ديال الحليب يكون بارد. وفي الطبقة الثالثة عندي 3 كيسان ديال الليمون، عصير الليمون ديال العنبة، وعندي 2 فلون ديال فاني. وهذا الكاس خليته حتى الاخر ديال الحليب، غادي نسقي به الكيك ديالنا. نقدر نستعمل الحليب ونقدر نستعمل الليمون عصير. دابا غادي نبداو بسم الله. غادي ناخذ 2 بيضات، نزيد فيهم 7 المعالق ديال السنيدة، سبعة المعالق ديال الحليب، 7 ديال الزيت، 2 فاني، وهنايا 2 خمارات ديال الحلوى. وعندي هنايا 7 المعالق ديال الدقيق، نعم عبرتهم بيضة. صافي، نقدر نستحمل هاد الباتر ولا غندير باتر لاخر احسن. انا خديت مول ودهنته شويه ودرت ليه فوق منه الدقيق، صافي. وغادي دابا غادي ندير الفران. هنا نسى
نسيت ما ذكرتش ثاني، قال لها غنحتاجو في الطبقة الثانية، وكاس لا روب ديال الثاني اللي غنحتاجو في الطبقة الثالثة. المهم غادي ناخد نص الكمية هذه اللي عندي، ما غنديرهاش كاملة، نصف وطا. كاس ديال الحليب يكون بارد، تقريبا شي كاس الا روب ديال السنيده. دابا طلعت لينا وغنديرو شويه شويه في الثلاجة بما وجد الطبقة الثالثة. في الطبقة الثالثة غادي ندير ثلاثة الكيسان ديال الليمون، سنيدة كاس لاروب، وغادي ندير فلون جوج. وغادي نديرها فوق البوطة على نهار نجيلة حتى يطلع تتغلى لينا شوية. هنايا خليته حتى يغلى، غادي نحيد من فوق البوطه، ما غاديش نخليه سخون حتى يبرد عاد باش نصبو فوق الكيك. صافي هنايا من بعد ما خرجته من الفران خليته واحد شويه، واحد 3 دقائق يبرد واحد شويه، وعاد باش غادي نسكر. نسقيه مزيان صافي. دابا غادي نديرو ليه لا كريم شونتي بعد ما خليتها شويه بردات في الثلاجه. غادي نقادها وغادي ندخلها واحد شويه في الثلاجه بما بردت لي الطبقه الثالثه ديال الليمون. هنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه غادي ندير فوق منها الطبقه الثالثه، هذا الفلون خليته يبرد شويه باش ما يدوبش لينا الطبقه الثانيه. صافي ها هو غادي
صافي دابا غادي نعاود ندخل واحد شويه الثلاجه كيما درت لينا هنايا الفلو. وداكم ونقول لكم تلاقاو إن شاء الله على خير. السلام عليكم.